صلى الله عليه وآله: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن التي غرسها ربي فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه وليقتدي بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي خلقوا من طينتي، إلى أن يقول شاهدنا في هذه الكلمة. هذه الكلمة تكررت في هذه الكتب: فويل للمكذبين بفضلهم من أمتي القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعتي. هذه الرواية وردت في مصادر مختلفة، ويمكن أن نقول أن هذه الرواية بالذات إذا تضمون قضية حساب الاحتمالات ومعادلات حسابات الاحتمالات، هذه الرواية من الروايات المتواترة المقطوع بصدورها من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وفق حساب الاحتمالات. هذه الرواية مذكورة في مصادر أذكر منها: أحمد في مسنده نحوا من هذه الألفاظ، كنز العمال للمتقي الهندي، بل أحمد في مسنده المجلد الثاني صفحة 449، كنز العمال جزء 12 صفحة 103، تاريخ مدينة دمشق جزء 42 صفحة 240، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المجلد 9 صفحة 170، وفي مصادر أخرى أيضا. هذه الروايات تدل على أن شفاعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا تنال القاطعين فيهم صلتي، الذين يقطعون صلة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في أهل البيت.